بتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من غازي عنتابة تركيا الخبير العسكري السوري أديب العلاوي. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين سيد أديب. هناك أنباء عن مقتل 15 شخصا وإصابة 79 خريم بانفجارين متزامنين في إدلب، يعني كيف من الممكن قراءة توقيت أو توقيتات هذه التفجيرات؟ المشاهدين، يعني حقيقة هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذه الانفجارات ضمن المناطق المحررة، وأعتقد أنها هي ضمن الاختراقات الأمنية التي تحصل والتي هي خلايا نائمة للنظام، يعني زرعت وقبض على الكثير منهم إن كان في مناطق غوص الزيتون ودرع الفرات وإن كان في مناطق ريف إدلب. هذه الحالة حدثت أكثر من مرة، وهذا الاختراق الأمني. التوقيت لا اعتقد انه يعني له الكثير من الدلالات، كون المنطقه يعني مخترقه في اكثر من مفصل، يسيطر عليها هيئه تحرير الشام، وهيئه تحرير الشام هي الحقيقه مسؤوله عن هذا الاختراق. نعم، يعني اذا كانت هيئه تحرير الشام هي المسؤوله عن هذا الاختراق، لماذا تقول روسيا بان العمليه العسكريه في ادلب باتت ضروريه في هذا الوقت؟ يا سيدي، هذه كما قلنا، طالما اننا يعني الاحتمال الاكبر هو لخلايا نائمه من النظام، فهذا دليل على ان ما يحصل منذ ايام في قصف معره النعمان وخان شيخون وغيره من المناطق، هذا دليل على يعني التفاهم الذي حصل بين تركيا وروسيا على منطقه امنه. كل يوم في هناك خرق لهذه المنطقه الامنه من خلال ميليشيات النظام والميليشيات الشيعيه المتواجده في المنطقه وبضوء اخضر روسي. للاسف روسيا حتى الان هي يعني غير ملتزمه في ان منطقه خفض التصعيد يجب ان تكون منطقه امنه ومنطقه يعني كما قال منزوعه السلاح، وبالتالي لا يجوز ان يقوم النظام وميليشياته بالقصف على هذه المناطق. ولولا ان هناك ضوء اخضر يعني روسي لما حصل هذا الاختراق، وما لما حصل هذا يعني دعني اقول بما القصف ولا نعم. بما يعني ان هذا الاختراق كما تقول، قلت بان المنطقه اساسا مخترقه في ادلب وبأنها هي التحرير الشامية المسؤولة عن هذه المنطقة، إذا هل من الممكن القول هي عملية مقصودة لإفلات الأمن في إدلب وللتأليب ضد هيئات الجيش الحر وهي تحرير الشام المسؤولة عن المنطقة؟ يعني الخلايا النظام المتواجدة في هذه المنطقة تعمل على ذلك منذ فترة طويلة، تحاول أن تخلقل الأمن، تحاول أن تزرع الفتن بين الفصائل، تحاول أيضا أن يكون هناك يعني ردة فعل لدى الشارع في المناطق المحررة للنزوع باتجاه المناطق التي سيطر عليها النظام، ولكن أعتقد أنها يعني باءت بالفشل كل الدعايات التي يقوم بها النظام وميليشياته وخلاياها النائمة. ولكن أنا ربطت هذا الموضوع، هذه الاختراقات وهذه الخلايا النائمة مع ما يقوم به النظام، مع ما تقوم به الميليشيات من قصف على خان شيخون وعلى منطقة معرة النعمان وغيرها من المناطق الأخرى في شمال حماة وفي ريف إدلب الشرقي والجنوبي. وبالتالي أنا أقول أن الضوء الأخضر الروسي هو وراء كل ما يحصل في هذه المنطقة من قصف ومن يعني حتى من هذه الاختراقات الخلايا النائمة للنظام والميليشيات المتواجدة. فيما لو تم فعلا الضوء الأخضر الروسي للنظام لدخول إدلب، هل فعلا النظام قادر على السيطرة على إدلب لوحده؟ أنا لا أعتقد أن النظام يعني هو على يعني استعداد كافي عسكريا للدخول إلى هذه المنطقة. النقطة الأخرى، النظام لا يملك القرار السلم والحرب، لا يملك القرار العسكري الآن. الحقيقة القرار هو بأيدي روسيا حصرا، وما لاحظناه منذ أيام يعني منذ حوالي الشهر تقريبا عندما كان هناك اصطدام بين قوات الفرقة الرابعة والميليشيات الشيعيه المتواجده وبين الفيلق الخامس الذي هو يحسب على الروس، هذا الصدام هو للسيطره على المناطق الاستراتيجيه التي تؤدي الى خلل والى خط الاوراق في هذه المنطقه. هذه المنطقه سيطرت عليها روسيا سيطره كامله، وبالتالي النظام لا يتقدم ولا يمكن ان يطلق طلقه الا باذن من روسيا التي هي استلمت زمام الامور والتي هي حقيقه المحتل الكبير. يعني سوريا تعيش تحت احتلالين، الاحتلال الرئيسي والاحتلال الروسي، والاحتلال الاخر هو الاحتلال الايراني.
لكن حقيقة الاحتلال الروسي هو صاحب القراء الكلمة الفصل، وهو الذي يقرر السلم الحرب في كل المناطق. فيما لو تم الهجوم على إدلب، هل أنت قلت أستاذ أديب بأن الأهالي ربما يخرجون باتجاه المناطق التي يسيطر عليها النظام؟ هناك من يرى بأن إذا ما تم الهجوم على هذه المناطق سوف ينزح الأهالي باتجاه تركيا. هل ربما هذه الهجوم على هذه المنطقة أو على إدلب بشكل عام سيؤدي إلى فشل اتفاق سوتشي ويؤدي إلى وقوع فراغ بين أنقرة وروسيا حول المنطقة الأمنة؟ يا سيدي الكريم، لا يمكن التقدم باتجاه مناطق إدلب إلا عندما يعني يكون هناك يعني حالة الانسجام والتوافق والعشق الذي بين تركيا وبين روسيا قد نفذ تماما وانتهى، وبالتالي الموضوع ليس فقط هو يعني موضوع تركيا. حتما إذا ما تم هجوم على مناطق إدلب سيتم يعني الحقيقة هناك فلتان أمني كبير، وسيتم أكثر من 4 ملايين مدني متواجد يتوجهون باتجاه تركيا، وبالتالي سيكون هناك أزمة داخل تركيا ستؤدي إلى أزمة داخل أوروبا. روسيا يعني ليس فقط العلاقة الجيدة بينها وبين تركيا هي التي تمنعها، أيضا هناك المانع الأساسي وهو أوروبا التي تقف حيال هذا الموضوع. أوروبا لن تسمح بالتقدم باتجاه إدلب لأنه سيحصل هناك كارثة إنسانية ستتوجه من خلالها المواطنين والكتل البشرية باتجاه تركيا، وبالتالي ستفلت زمام الأمور باتجاه أوروبا، وأعتقد أن هذا لا يناسب أوروبا ولا يناسب حتى تركيا. لذلك لا يمكن لتركيا أن تسمح بذلك ولا يمكن لأوروبا أن تسمح بذلك، وهذا دليل على أن من الصعب جدا الآن أن نقول أن هناك تقدم بالرغم من التهديدات التي تحصل من قبل النظام ومن قبل حتى يعني المتحدثين الروس لأن هناك هجوم وشيك على إدلب. لا أعتقد أنه سيحصل، لأن حتى عسكريا غير جاهزة القوات النظام للتقدم باتجاه منطقة إدلب. نعم، الأستاذ أديب العلاوي الخبير العسكري السوري كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.